نبدأ درسنا في متن أبي شجاع. والفقه دائما له يعني لذة. قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين في كتابه المسمى بغاية الاختصار للقاضي والفقيه أبو شجاع المتوفى سنة 488، قال: وسننها، أول كلمة سننها. وما زلنا نكرر الصلاة يا أبنائي وأنتم أبنائي تنقسم إلى ثلاثة أشياء أركان، ها، أبعاد، ها، هيئات. أبعاد، 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 مش أبضاع. أبضاع دي حاجة والأبعاد حاجة تانية. يبقى الصلاة إما أن تكون ركنا وإما أن تكون بعضا وإما أن تكون هيئة. الركن هو الذي لا توجد الصلاة إلا به، جزء الشيء الذي لا يوجد الشيء إلا به هو ده الركن. والبعض سنة يجبر تركها بسجود سهو. والهيئة سنة لا يجبر تركها بسجود سهو. انتبهوا، الفقه ده مهم جدا لأن الله قد تعبدنا به. فمن ليس عنده فقه يعني عبادته عرضة لأن تفعل على وجه خطأ ويحاسب على ذلك. فالفقه يراد للتعبد كما يراد للتعلم، فعلينا أن نهتم بالفقه. أصول الفقه أريدت لفهم الفقه ولفهم بنائه واستنباطه وآلياته. وأما الفقه فإنما يراد من أجل أن نصحح عبادتنا مع الله سبحانه وتعالى حتى لا نعبد الله على جهل. نريد أن نعبد الله على علم، فالله قد تعبدنا بالعلم وقد تعبدنا بالصلاة. فإرادة الفقه ننوي بها التعبد والتعلم. فالركن جزء الشيء الذي لا يتم الشيء إلا به، نكررها. والبعض سنة يجبر تركها بسجود سهو. والهيئة سنة لا يجبر تركها بسجود سهو. علماؤنا من أجل التدريس والتعليم أكثروا من التقسيمات، وهنا قالوا: الصلاة لها سنن متقدمة عليها ولها سنن موجودة فيها. إما أن تكون السنة متقدمة على الصلاة وإما أن تكون السنة داخل الصلاة. وذكروا من ذلك الأذان والإقامة. ما هي سنة لكنها سنة للصلاة وليست بداخل الصلاة. ثم بعد ذلك ذكروا، يعني الإمام أبي شجاع ذكر 15 هيئة داخل الصلاة. قال: وسننها، أي سنن الصلاة. فالضمير يعود إلى الصلاة. الصلاة بالمعنى الشامل، انتبه، الصلاة بالمعنى الشامل للفرض والنفل. فهو يتكلم عن سنن الصلاة بالمعنى الذي يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل. وسننها، أي الصلاة. قال: قبل الدخول، يعني وسنن الصلاة مطلقا
قبل الدخول يعني قبل التلبس فيها، قبل أن أقول الله أكبر بادئا بتكبيرة الإحرام، شيئان لها سنن قبلية وهي الأذان والإقامة. فانتبه إلى أن الأذان والإقامة من سنن الصلاة القبلية. يعني إيه قبلية؟ يعني سابقة على الصلاة. طيب، والأذان والإقامة بداية من سنن الكفاية. خلاص احنا كده عرفنا ان الصلاة لها سنن قبلها ولها سنن فيها، وان من السنن التي قبلها بشيء بسيط كده بعبارة يسيرة، من السنن التي قبلها هي الأذان والإقامة. طيب، ما حكم الأذان والإقامة؟ قالوا الأذان والإقامة سنة، لكن عند السنة يا أولاد تنقسم إلى قسمين، سنة عين وسنة كفاية، كما أن الفرض عندي ينقسم إلى قسمين، فرض كفائي وفرض عيني، فكذلك السنة تنقسم إلى قسمين، سنة عين يعني مطلوبة من كل مكلف بعينه، كالقبلية التي قبل صلاة المغرب والتي بعدها هي سنة عين لأنها مطلوبة من المكلف، ولكنها لن تطلب منه على سبيل الجزم والوجوب. أما سنة الكفاية إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الآخرين، ومنها الأذان، فإذا قام بالأذان البعض وانتشر في البلدة وفي المكان سقط طلب الأذان عن الآخرين الذين يذهبون إلى صلاة الجماعة. على سبيل المثال أخونا نجم هيأذن لصلاة المغرب بعد قليل مثلا، يعني خلاص احنا وصلنا الأذان، فيكون هذا على سبيل سنة الكفاية، فإذا فعله أخونا نجم وأذن لصلاة المغرب في هذا الرواق المبارك سقط طلب الأذان عن كل الحضور. اسمها سنة اللي يا أولاد سنة كفاية. عند الشافعي الأضحية سنة كفاية. يعني إيه؟ يعني إذا فعلها واحد من أهل بيت سقط الطلب عن الآخرين. هب إن أنتم كده قاعدين في شقة مع بعض 10 من الطلبة أو أهل بيت وأصدقاء بيذاكروا مع بعض، قام واحد من الطلبة في عيد العيد الأضحى وذبح أضحية كافت عن البقية الآخرين، وسقط طلب الأضحية عن بقية أهل البيت، ووالدك ذبحها وأنت تجلس معه في بيت واحد سقط الطلب عنك. يبقى الأذان سنة إيه؟ سنة كفاية. تشميت أو تشميث العاطس سنة كفاية. يعني إيه؟ يعني إذا أنا عطست فقال لي أخونا الساقي يرحمكم الله سقط طلب هذا الأمر عن البقية، لأن تشميت العاطس سنة كفاية. يبقى فهمنا يعني إيه الأذان سنة كفاية. كفاية عليكم كفاية. والأذان والتأذين بالذال المعجمة في الجميع يقال فيه أذان بالذال المعجمة. يعني إيه معجمة؟ يعني منقوطة، لأن هم لازم يقولوا كده حتى يفرقوا بينها وبين الدال. الفرق ما بين الدال والذال إيه؟ إن الذال
عليها نقطة أزالت عجمتها، والدال مش منقوطة، وهو لغة الإعلام، يعني الأذان في لغة العرب معناه الإعلام، أذن يؤذن تأذينا، أعلم يعلم إعلاما. وقد استعمل القرآن الأذان بهذا المعنى، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أذان من الله يعني إعلام أن الله يعلم الخلق. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أعلمهم بذلك. وأما شرعا فذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة، هكذا عرفوه. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى أمرين: أولها أن هناك خلاف في المذهب هل الأذان هو للإعلام بدخول الوقت، أم أن الأذان هو عبارة عن حق للصلاة المفروضة. نقولها تاني: عندنا في المذهب الشافعي قيل الأذان حق للوقت، وقيل الأذان حق للصلاة المفروضة. حق للوقت يعني إيه؟ يعني أول ما يدخل وقت صلاة المغرب الله أكبر إلى آخر الأذان حق لذلك الوقت. وعلى هذا فلو فاتت هذه الصلاة وأردت قضاءها لا أؤذن لها. لماذا؟ لأن الوقت قد فات، والأذان حق للوقت وليس حقا للصلاة المفروضة. الكلام ده هتلاقي عندك في المنهاج. وقيل وذلك هو المعتمد، وذلك هو الراجح، أن الأذان حق للصلاة المفروضة أصالة على الأعياد، حق للصلاة المفروضة رقم 2 أصالة حتى يخرج المنذورة على الأعيان، حتى يخرج صلاة الجنازة ما بنأذن لهاش. ولذلك إذا أنت حضرتك نمت قبل صلاة المغرب واستيقظت على صلاة الظهر تاني يوم، في ناس كده كان نايم وخد بنج ومصحيش إلا تاني يوم، أما يجي يصلي هيصلي إيه؟ المغرب والعشاء والفجر، هيعمل إيه؟ إذا قلنا بأنها حق للصلاة هيؤذن للأولى ويقيم لمن بعدها، إذا قلنا بأنها حق للوقت لا يؤذن لأن الوقت قد خرج. فهل هل الأذان، قولها تاني لأن العلم مهم، يبقى هل هو الأذان حق للصلاة المفروضة أصالة على الأعيان أم حق للوقت؟ اختلف أصحابنا الشافعية في ذلك، فمنهم من قال بأنه حق للوقت، ومن قال بأنه حق للوقت عرف الأذان بأنه ذكر مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروض، يبقى ده حق للوقت. طب والآخر قال لا، هو مش حق للوقت إنما هو حق للصلاة. طيب فهمنا الحتة دي وعلمنا أنها في النهاية تنتج لنا خلافا فقهيا فروعيا. من قال أنها حق للوقت يقول بأن الفائتة لا يؤذن له، ومن قال بأنها حق للصلاة المفروضة أصالة على الأعيان قال بأنه يؤذن لها. فهمنا كده يا مشايخ؟ حلو كده. نقول بقى التعريف، وهتلاقي حتى عندك الشيخ الإسلام الباجوري ذكر هذا التعريف وعقب عليه،
وقال بأن هذا التعريف الذي ذكره ابن قاسم الغزي مبني على أن الأذان حق للوقت وليس حق للصلاة، وهذا خلاف الراجح. خد بالك؟ طيب، ويشرع الأذان والإقامة للمكتوبة، ويؤذن للأولى فقط من صلوات والاها، ويقيم لكل منها. قال عرفنا، يعني هو في المثال الذي ذكرناه هيكون إيش الحاصل؟ أنه نام عن عدة صلوات واستيقظ ثم أراد أن يصلي، ماذا يفعل؟ هيؤذن للأولى ثم بعد ذلك الثانية والثالثة وما بعدها يقيم لها فقط. وألفاظه مثنى مثنى، ألفاظ الأذان مثنى مثنى سوى التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فالتكبير في أول الأذان أربع، فعندما يقول وألفاظه مثنى مثنى أي غالبا حتى يخرج التكبير في الأول، لأنه ليس مثنى مثنى وإنما هو أربع أربع. وأما الإقامة فألفاظها فرادى إلا التكبير في أولها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. وكلمات والإقامة ألفاظها فرادى إلا التكبير في أولها فمثنى. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. يشفع الأذان يعني إيه؟ يعني يقول الأذان مثنى مثنى سوى التكبير، وأن يوتر في الإقامة يعني يفردها في كلماتها سوى التكبير. هذا هو الدليل على هذا. طيب، الحكمة من تكرير الأذان، لأن الأذان لما جعل مثنى مثنى، ما هو العلماء ما بيحفظوش وخلاص، بيفكر لماذا جعل الشرع الأذان مكررا وجعل الإقامة مفردة، بيسأل ويبدأ يبحث عن الحكم حتى يرتاح عقله وذهنه عن هذه الأسئلة، جاوب عنها انتهت. قال الحكمة، قالوا الحكمة في تكرير الأذان أنه لإعلام الغائبين. الأذان الشأن فيه أنه يكون لإعلام الغائبين عن المسجد بأن وقت الصلاة قد دخل، وهذا يناسبه التكرار، لأن الغائب منشغل في حاله وفي دنياه فلا ينبه من كلمة واحدة، إنما ينبه من التكرار. أول مرة يسمع الله أكبر مش في دماغه، سمع المرة الثانية بدأ يلتفت، ثم بعد ذلك سمع بقية الأذان بدأ يعني يعتقد بأن وقت الصلاة قد دخل. فالأذان لإعلام الغائبين عن المسجد، وهذا يناسبه ويوافقه ويلائمه التكرار. وأما الإقامة فالإقامة لاستنهاض الحاضرين اللي موجودين في المسجد، وهذا يوافقه الوترية، لأنهم موجودين في المسجد قاعدين من أجل أن يصلوا، فكلمة واحدة تنبههم. استنهاض يعني إيه؟ يعني طلب النهوض من الحاضرين، ما
ما انتوا قاعدين معايا وجايين من اجل ان ندرس، فالعقول منتبهه والهمم يعني مشحوذه، وكل لديه الاستعداد، فاذا سمع من كلمه واحده الشان فيه انه علم ان الصلاه قد حضرت. قال علماؤنا ايضا الاذان، هو طبعا الامام ابي شجاع لم يذكر من الاذان والاقامه شيء، قال والاذان والاقامه وخلاص. والاذان والاقامه ده، الاقامه ده باب طويل في الفقه الاسلامي، وله احكام وله شروط وله سنن وله يعني احكامه الفقهيه المترتبه عليه وهكذا. لكن الامام ابي شجاع يعني كانه لفت انتباهنا الى ان هناك سنه للصلاه اسمها سنه الاذان. طب الاذان كم كلمه؟ قالوا الاذان 19 كلمه مع الترجيع، والاقامه 11 كلمه، 19 كلمه مع الترجيع. لان الترجيع معناه ايه؟ الترجيع هو ان ياتي بالشهاده سرا ثم ياتي بها بعد ذلك جهرا. نقولها تاني. طيب الترجيع هو ان ياتي بالشهاده سرا قبل الاتيان بها جهرا، ده الترجيع. يعني هو بيأذن قبل أن يقول الشهادة، يأتي بها سرا مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بحيث يسمعه من بجواره. ده اسمه إيه؟ اسمه الترجيع. والترجيع ده سنة. يبقى الأذان كم كلمة؟ 17. تضيف لهم الترجيع يبقوا 19. عدوهم كده، 4 تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أدي 4 صح كده. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أدي 2 ترجيع. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يبقى 2 كمان، يبقى معانا كام؟ 8. ومعانا كمان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله 4، يبقى 12. ومعانا حي على الصلاة 2، يبقى 14. وحي على الفلاح 2، يبقى 16. الله أكبر الله أكبر 2، 18. لا إله إلا الله 19. طب هم علماءنا ضبطوها بالشكل بالحرف من أجل أن هذا أمر يعني أمر دين. طب والإقامة، قلنا الإقامة كام؟ 11 كلمة. الله أكبر في أولها 2، ها، أشهد أن لا إله إلا الله 3، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله 4، حي على الصلاة 5، حي على الفلاح 6، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر 9، 10، لا إله إلا الله 11. 11 كلمة. خلي بالك ان احنا بنتكلم على الشافعية، المالكية هتلاقيهم اكتر او اقل، او الحنفية. ولذلك كلمات الاذان العلماء ضبطوها بالكلمة بالحرف بالنقل. يبقى الاذان كم كلمة يا مشايخ؟ 19. والاقامة 11. بارك الله فيك. عندنا في صلاة الفجر حاجة بقى اسمها التثويب. يبقى عرفنا الترجيع يا مشايخ ولا ما عرفناهوش؟ ترجيع ان هو عند كلمة الشهادة يأتي بها سرا
قبل أن يأتي بها جهرا. ثم بعد ذلك عند الصلاة على سيدنا رسول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله كذلك. يبقى عندي هم أربعة، حط عليهم أربعة يبقوا كام؟ يبقوا ثمانية. والتثويب اللي هو في أذان الصبح يقول بعد الحي على تين الصلاة خير من النوم، اسمها ايه؟ اسمه التثويب. والتثويب ده سنة رواه أبو داود. يعني ايه الصلاة خير من النوم؟ يعني اليقظة للصلاة خير من راحة النوم. لأن الشيخ الباجوري بيقول لك إنه ما ينفعش تبقى الجملة العربية الصلاة خير من النوم لأنها لم تفد جديدا. ما كلنا عارفين إن الصلاة خير من النوم، فلماذا أتى بها ونحن نعلم هذا المعنى وندرك هذه الحقيقة؟ قال لا، ده المقصود اليقظة للصلاة خير من النوم، وليس المراد الإخبار بأن الصلاة خير من النوم، لأن هذه القضية معلومة عند الكافة من المسلمين، فالإتيان بها لغة لا يفيد جديدا. والأصل في الإخبار الفائدة، فيكون الكلام على حذف مضاف القيام للصلاة أو اليقظة للصلاة خير من النوم. ده اسمه يا مشايخ، ده اسمه التثويب. ويسن في كل من الأذان والإقامة أن يكون الشخص متوجها إلى القبلة. يعني لما تؤذن ولما تقيم يسن لك أن تكون متجها إلى القبلة، لأن القبلة أشرف الأماكن وأشرف الجهات. وأن يلتفت المؤذن بعنقه لا بصدره، لأن صدره للقبلة، عنقه، يلتفت بعنقه هكذا ويقول مرتين حي على الصلاة، يلتفت مرة واحدة ويقول فيها مرتين حي على الصلاة حي على الصلاة. ومرة إلى الشمال حي على الفلاح حي على الفلاح، يمينا حي على الصلاة، يلتفت التفاتة واحدة يأتي فيها بمرتين، ثم يسارا يلتفت بعنقه مع كون صدره مستقبلا للقبلة ويقول حي على الفلاح حي على الفلاح، من غير تحويل صدره مع بقاء قدمه في محلها. طب وفي الإقامة؟ في الإقامة أيضا يلتفت مرة عن يمينه ومرة عن يساره، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، حتى يعمم لاستنهاض الحضور يمينا وشمالا. ويشترط في كل من الأذان والإقامة، شروط الأذان والإقامة، أن يأتي بالكلمات التسعة عشر مرتبة، يعني على ترتيبها المعلوم لدى الجميع ولدى الكافة، فلو خالف في الترتيب لما صح الأذان. يبدأ بيقول لك لا أنا المناسب، هيجتهد بقى، المناسب إن احنا نأتي أولا بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله ونقدمه على الله أكبر. ليه؟ قال لك أصل ده حق الله على العبيد، التوحيد. ده بقى الوهابية كده، العقلية كده، بس ده نقل هكذا، نقله الكافة عن الكافة ولم يغيره أحد. احنا ما بنقولش ان الوهابية بتعمل كده، احنا بنقول نوع من أنواع الايه، يعني المزاح والتندر. الموالاة،
بين كلمات كل من الأذان والإقامة، يعني بألا يفصل بين كلمات الأذان والإقامة بفاصل طويل عرفا. مش يقول الله أكبر الله أكبر ويجي لي تليفون فيقعد يتكلم في التليفون ويخلص مكالمته وبعد كده يكمل الأذان، ده مش أذان، ده كده الموالاة قد فاتت بهذا الفاصل. دخول وقت الأذان يشترط أيضا أن يكون وقت الأذان قد دخل، فما ينفعش قبل أذان المغرب يأذن، ويشترط في المؤذن والمقيم أن يكون كل منهما مسلما، فما ينفعش غير المسلم يقوم به. لماذا؟ لأنه وظيفة دينية وعبادة إسلامية لا يقوم بها إلا من يعتقدها. والعلماء بقى في هذه المسألة قالوا كلام لطيف قوي، قال لو واحد غير مسلم أذن هل يعترف به؟ يعني هل ينعقد الإسلام بشهادته أم لا؟ وكلام طويل هتلاقي عندك في حاجة الشيخ البجولي، لكن لسنا معنيين بهذا، لأن المسألة دي مسألة تبحث في علم الكلام لا في علم الفقه. والتمييز يعني أن يكون مميزا. يعني إيه مميز؟ يعني وصل إلى سن يستطيع أن يأكل فيه بنفسه وأن يشرب بنفسه وأن يستنجي بنفسه. طفل صغير مميز يستطيع أن هو يؤذن. والذكورة إذا كان الأذان لغير الإناث، يعني عندنا المرأة ليس من منصبها ولا من وظيفتها الأذان، فما فيش بنت من البنات كده تروح تقول والله أصل المسجد اللي جنبي لم يؤذن فيه أحد، أما أنزل وأذن، لأن الرجال قد تقاعصوا عن الأذان، وعلى المرأة أن تتحرك في ميدان العلم والعمل. لا، الأذان كما يقول علماؤنا من وظيفة الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال، لا لكون صوتها عورة أو ليس بعورة، هذه قضية ثانية، ولكن من أجل أن الأذان من وظيفة الرجال، فهي اختلاف وظائف. أما إذا أقامت المرأة وأذنت على سبيل الذكر لأخواتها ولأهل بيتها فلا بأس بذلك، لكنه ذكر محض وليس هو الأذان الذي يكون للإعلام بدخول وقت صلاة مكتوبة، وإنما هو ذكر محض. فالأذان عندنا من وظيفة الرجال، ولا يجوز للمرأة أن تقتنص وأن تأخذ وظيفة الرجل، كما لا يجوز للرجل أن يعتدي على المرأة في وظيفتها. لكل جعل الله سبحانه وتعالى وظيفة ومهمة وحقوق وواجبات. طيب، وقال علماؤنا قالوا يسن أن يتخذ للمسجد مؤذنان، كل مسجد كده يبقى السنة أن يبقى فيه مؤذنين. قالوا من فوائده أن يؤذن واحد قبل الفجر، يعني عند الفجر الكاذب، وأن يؤذن الآخر عند الفجر الصادق. لكن هذا الكلام ننتبه هو في مكان اعتاد أهل البلدة فيه على آذانين، ما نجيش هنا بقى في القاهرة اللي اعتاد الناس فيها على آذان واحد ونخرق هذه العادة التي اعتادها الناس ونؤذن آذانين. لماذا؟ لأن الناس اعتادوا على هذا، وكون ان احنا نؤذن أذنين بهذه الطريقة سنوقع الناس في الحرج. واحد يسمع الأذان قبل دخول الوقت وهو يظن ان على عادته ان الأذان دائما انما يكون عند دخول الوقت يقوم ويصلي، هذا يوقع الناس في بلبلة.
ونحتاج حتى نقيم السنة مرة ثانية إلى أن نعلم الناس، وإلى أن يكون تطبيقنا للسنة لا يؤدي إلى يعني إيقاع الناس فيما لا يحمد عقباه، والناس تقع في فتنة وحيرة وهكذا. في بعض البلاد عندنا زي الأسكندرية يؤذن فيها بآذانين، ما فيش مشكلة، لكن القاهرة هنا أذان واحد. لما نيجي بقى بعض الناس يريد أن يطبق، ما فيش مانع، بس احنا بنقول طبق بعقل، طبق بحكمة، طبق بشرط ألا توقع في مفسدة، وألا توقع في بلبلة، وألا يختلط على الناس أمر دينهم. طيب، على كل حال، ويسن كما قال علماؤنا لسامع المؤذن والمقيم أن يقول مثلما يقول لسامع المؤذن ولسامع المقيم. يعني أنا سمعت المؤذن أقول مثلما يقول المؤذن، سمعت المقيم أقول مثلما يقول المقيم، إلا في الحي علات، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا أقول مثلما يقول المؤذن. وفي التثويب كذلك لا أقول الصلاة خير من النوم، أنا المستمع أو السامع لي ذكر آخر. وكذلك قال قامت الصلاة، قال قامت الصلاة، كذلك لا أقولها كما يقولها المقيم، ولكن أحوقن في الحيعلات. فإذا قال حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قلت أنا لا حول ولا قوة إلا بالله في الأربع. وأقول عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم، أقول صدقت وبررت أو بررت، فيها اثنين. وأقول عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة، أقول وراءه أقامها الله وأدامها وجعلنا من صالح أهلها. طيب، ويسن لكل من المؤذن والمقيم وسامع ومستمع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الأذان والإقامة، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. فهمنا؟ من قال هذا فإنه إن شاء الله يقبل عند ربنا سبحانه وتعالى، ويكون نبينا شفيعا له يوم القيامة. طيب، انتهينا من الأذان والإقامة. لا تظن أن الأذان والإقامة هذه الحلقة، ده الحلقة دي يعني كأنها فتحت هذا الباب، علمنا ما هو الأذان وما هو الإقامة، وكلمات الأذان وكلمات الإقامة، وبعض شروط الأذان وبعض شروط الإقامة، وسنة الأذان وسنة الإقامة، وما يقال بعدها. جميل، لكن لا تظن أن أنت كده وضعت يدك على كل أحكام الأذان والإقامة، ولكن إن شاء الله في كتاب آخر أوسع من هذا نفتح البحث بطريقة أكثر، ولكن أنتم على خير وجعلكم الله أهلا للخير. طيب، غير الصلاة المكتوبة كيف نجمع الناس لها حيث لم يكن لها أذان؟ قالوا غير الصلاة المكتوبة إما أن تطلب فيها الجماعة وتفعل جماعة بالفعل، فهذه ينادى عليها
الصلاة جامعة. يبقى ايه؟ اولا ان تطلب فيها الجماعة، رقم اثنين ان تفعل جماعة. كيف نجمع الناس لها؟ قالوا نجمع الناس لها بقولنا الصلاة جامعة. الصلاة جامعة فيها عدة إعرابات. الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، الصلاة جامعة يعني احضروا الصلاة حال كونها جامعة، وفيها بقى إعرابات كتير موجودة عندكم في شرح المغني المحتاج للإمام الخطيب الشربيني. طب وصلاة الجنازة هل ننادي لها الصلاة جامعة؟ قال علماؤنا لا، لأنه لم يرد. طيب احتجنا للنداء لها، إذا احتجنا للنداء لها قال علماؤنا نقول الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. أما النفل الذي لا تطلب له الجماعة كصلاة الضحى فإنه لا ينادى له بذلك حتى وإن فعل جماعة. هو يجوز فعل الجماعة فيه ولكن الجماعة غير مطلوبة له، لكنها إن فعلت جاز وصح الاقتداء والصلاة صحيح، ولكن لا ينادى لها الصلاة جامعة. عندنا صلاة الاستسقاء ينادى لها الصلاة جامعة، صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، صلاة العيدين ينادى لها الصلاة جامعة. ليه؟ لأنها أولا يطلب فيها الجماعة وتفعل بالفعل جماعة فينادى لها بذلك. طب صلاة التراويح، قالوا صلاة التراويح ينادى لها صلاة القيام أثابكم الله، صلاة القيام أثابكم الله، هذه صلاة القيام أثابكم الله أو صلاة القيام، افعلوا صلاة القيام أثابكم الله. ده كلام علماءنا وكده ما عندنا في كتب المذهب. ومن ضمن ما ذكر أصحابنا مما يتعلق بالأذان أنهم قالوا يكره الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. أذن المؤذن أنت مدعو لهذا الأذان في هذا المسجد فلا تعرض، وإلا يكون ذلك سوء أدب، ولو فعلت كان ذلك مكروها. وذكر علماؤنا مواطن يسن فيها الأذان لغير الصلاة، ويسن الأذان لغير الصلاة في عدة مواطن، منها الأذان في أذن المهموم، يعني واحد عنده دين همه، واحد عنده مذاكرة هماه، واحد عنده ضيق، واحد مراته مزعلاه زعل شديد، يسن أن يؤذن في أذن ذلك المهموم رجاء أن يفك الله سبحانه وتعالى كربه ويدفع ضرره، فالأذان مجلب للرحمات ومنزل للبركات ومفرج للكروب ورافع للهموم. ومن ساء خلقه ولو بهيمة، ساء خلقه يعني عصبي غضبان متنرفز، يسن أن يؤذن في أذنه حتى ولو كان من ساء خلقه بهيمة. يعني معايا السيارة بتاعتي بلاش بهيمة، بهيمة وفي حد دلوقتي بيركب بهيمة. ومن ساء خلقه، أنا معايا سيارة، هذه السيارة يعني لا تعمل لا من أجل خلل فيها، ولكن يعني هي هكذا
لا تريد أن تتحرك، يسن لي حينئذ أن أؤذن قياسا على الأذان في أذن الدابة إذا ساء خلقه. السيارة بتقطع وليس فيها عيب يؤدي إلى التقطع، هي منها هكذا، فأؤذن لها رجاء أن يعني ينصلح حالها ويذهب عنها بأسها، والشيطان الذي عليها يرحل. وعند تزاحم الجيش، إذا تزاحمت الجيوش يسن حينئذ الأذان، لأن الأذان كما قلت لكم مهبط الرحمات، في بركة. وعند الحريق، وجدنا حريقا يسن لنا أن نؤذن رجاء أن ينطفئ الحريق، وليس هذا معناه أننا نستعيض بالأذان عن المطافي وعن الإطفاء، لم نقل هذا، إنما قلنا بأننا نضم إلى الإطفاء الأذان عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي أذن المصروع، شخص مصروع وأنتم تعلمون من هو المصروع، يسن لك أن تؤذن في أذنه رجاء أن يذهب الله صرعه. وقالوا أيضا إذا تغولت الغيلان، يعني إن مرضت الجن قد تصورت بصور معينة مختلفة ولها ألفاظ معينة وأسماء يقرؤونها، ففي هذه الحالة يسن لك أن تؤذن حتى تذهب شرهم. وورد في ذلك خبر صحيح كما ذكر علماؤنا. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى، يعني وأن يؤذن في أذن المولود حتى يكون أول ما يقرع يعني يدخل سمعه هو الأذان. حاجة غريبة جدا، خلي بالكم إنه أول ما يدخل في أذن الصبي أو الصبية هو كلمات الأذان، مع يعني هذه الكلمات لها مجالها المغناطيسي ومجالها، فتدخل في الأذن يكون أول ما يسمع هو توحيد الله، ويكون آخر ما ينطق به هو توحيد الله. فتوحيد الله في البداية وتوحيد الله في النهاية، وينسحب الأمر عليهما. ولذلك قالوا حتى يكون أول ما يقرع سمعه كلمات الأذان بما فيها من توحيد وبما فيها من اعتراف بألوهية الله وإلى آخره. ويسن كذلك أن نقيم في أذنه اليسرى. قالوا كذلك، ده بالنسبة للمولود سواء كان بنت أو ولد. وقالوا كذلك يسن الأذان خلف المسافر، يعني شخص ماشي من مصر وذهب إلى ماليزيا ومحمل أمتعته وأصدقائه يودعونه، يسن لهم أن يؤذنوا خلفه رجاء أن يحفظه الله سبحانه وتعالى. سؤال هنا، كل ما ذكرناه هل يشترط في من يؤذن في هذه الأشياء أن يكون ذكرا؟ خلاف في المذهب، والمعتمد كما ذكر علماؤنا المحققون المحررون لمذهبنا أنه يشترط في كل هذا أن يكون المؤذن رجل. يبقى ما تنفعش المرأة، لأن الأذان من وظيفة الرجال وليس للنساء. انتهينا من الأذان والإقامة، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا وأن يأجرنا على ذلك أجرا حسنا، وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا ربي على الحق أقدامنا. اللهم تقبل منا واقبلنا.
اللهم إنا نسألك أن تفهمنا وأن تعلمنا وأن تثبت العلم والصناعة والمعلومات في عقولنا وقلوبنا. اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص والتوفيق في القول والعمل. اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا، اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك أن يكون هذا العمل مقبولا وأن يكون سعينا فيه مشكورا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك أن نتقرب إليك بهذا العمل، اللهم اجعله قربة لك وطاعة وعبادة إليك يا رب العالمين، واجعل فيه مقاصدنا فيه حسنة، اللهم اجعل مقاصدنا فيه حسنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.